اصيب فلسطينيان بجروح بعد ان استهدفتهما غاره للاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزه واستهدفت طائره استطلاع صهيونيه دراجه ناريه في دير البلح واصيب قيادي بلجان المقاومه بجروح خطيره وهددت المقاومه بالرد على هجمات الاحتلال طائرات الاحتلال الصهيوني غارة على قطاع غزة واستهدفت الناشط الفلسطيني عبد الله الخراطي الذي كان يقود دراجته بدير البلح وسط القطاع مما ادى لبتر ساقه واوضح مصدرا في مستشفى الاقصى بغزة انه يرقد في حالة حرجة بينما اصيب فلسطيني اخر في الغارة وزعمت قوات الاحتلال انها استهدفت الخراطي لاطلاق الصواريخ وينتمي للجان المقاومة الشعبية واعلنت اللجان نجاة قائد لواء التوحيد من عملية الاغتيال بعد استهدافه مؤكدة في بيان لها ان العدو الصهيوني سي يدفع الثمن من جهته قال جيش الاحتلال انه استهدف القياديه في لجان المقاومه الشعبيه واصفا اياه بالمسؤول عن اطلاق الصواريخ على جنوب الكيان الصهيوني وبعد عام من الهدوء النسبي ارتفعت وتيره العمليات العسكريه في غزه حيث اطلق الفلسطينيون عشرات الصواريخ من القطاع باتجاه الاراضي المحتله منذ بدايه العام الحالي، سياسيا تشهد غزه مباحثات مكثفه بين قيادتي حركتي حماس وفتح بهدف التقريب بين الجانبين ودعم جهود تحقيق المصالحه الوطنيه، وبدا في غزه اجتماع بين رئيس الحكومه الفلسطينيه المقال اسماعيل هنيه ووفد من قاده حركه فتح من اجل تحقيق المصالحه الوطنيه، واستقبل هنيه اعضاء حركه فتح في ظل مؤشرات عن تحسن العلاقات بين الطرفين. وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن عضو اللجنة المركزية بحركة فتح نبيل شعث قوله أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتواصل حاليا بشكل مستمر مع هنية عبر شخصيات وطنية وإلى جانب ملف المصالحة سيبحث الاجتماع الوضع في غزة ورام الله والعلاقات بين الجانبين ومختلف القضايا الفلسطينية وتركز جهود الجانبين على خلق إطار جديد لتنفيذ الاتفاقات التي وقعها في السابق ولم تنفذ